محمد أبو النجا، فنان تشكيلي، مواليد 60، أستاذ في جامعة القاهرة، درس تصوير في قسم الفنون في كلية التربية النوعية. بدأت يعني أشتغل فنان خريج 83 من جامعة اسكندرية قسم التصوير، وموضوع التصوير هو شغف يعني ومحبة من الصغر، ومستمر في الشغل بتاعي، المتعة مع الفن ومع التصوير والرسم. اتطور بعد كده لفنون أخرى زي الفيديو والفوتوغرافيا، وبدأت أهتم جدا جدا بعد الماجستير. من الماجستير كان عن مخطوطة يحيى ابن محمود الواسطي، فبدأت أهتم بالفنون الإسلامية وبعدين الورق اللي معمول عليه المخطوطة نفسها. بدأت أبحث في فن الورق وإيه طبيعة الورق اليدوي، واشتغلت على الموضوع ده كفنان وكباحث، وأخذت منحة لليابان سنة 96. سافرت اليابان، درست كمان وعملت تبادل مع الفنانين اليابانيين لفنون ورق الواشي Japanese Tradition Paper، والورق اللي أنا يعني كنت بحس في البردي والخامات المحلية، عملت ميكس بين الواشي والورق المصري. وموضوع الورق زاد، وبدأت أهتم أكتر بأنواع الورق في العالم، لأن الورق مش مجرد تقنية يعني تصنع الورقة قد ما أنت تقدر تعبر من خلال عجائن الورق والأوراق المختلفة، وبالتالي هو نوع من الثقافة. ففي الورق في الهند، سافرت الهند واشتغلت على التقنية الهندية، وكمان المكسيك في الأماتي بيبر، وبدأت أعمل ميكس ما بين أنواع مختلفة من فنون الورق وصناعة الورق، وده زي كأنه ميكس في الثقافة أو الحضارة الإنسانية بشكل عام. الاهتمامي دلوقتي كبير جدا بفنون الورق، خلاني يعني ترشحت لبينال فينيسيا 2002، وكان المشروع كبير جدا مع فنانين معماريين مهمين، المهندس الدكتور علي جبر وعمر عبد القوي وكسيبة، وكان ده جناح بالاشتراك مع العمارة في بينالي العمارة 2002، بينالي فينيسيا للعمارة. وكان بعدها برضك في بينالي الإسكندرية، كنت أخذت الجائزة الأولى، وبينالي القاهرة، وبدأت الحركة أو التمثيل الدولي يكون يعني واخد مساحة كبيرة في حركتي الفنية. ده أكسبني طبعا خبرة كبيرة وعلاقات، ومهم جدا جدا للفنان يعني إنه احتك بالعالم وجهات النظر المختلفة، ومن خلال الفن تقدر تستوعب أشياء كتيرة جدا إنسانية وحياتية، وتعمل على تطور حياتك ومعرفتك بشكل أكبر. بعد كده كنت كيريتور في مركز الفنون البصرية في قطر وفي الدوحة، وده كمان أتاح لي النوع ده من العمل، التعامل مع فنانين على مستوى العالم، والتعامل كمان على أهم حاجة الأفكار والفلسفات المختلفة للفنانين من مناطق وثقافات متعددة. ما زلت بشتغل على هذا المنوال، إن أنا مهتم جدا بالورق وفنون الورق والفوتوغرافيا والنحت والإنستليشن، الأعمال المركبة، وبحرية بلعب ما بين الخامات، بلعب ما بين التقنيات المتعددة دي، وأتمنى يكون يعني نوصل لشيء من الواحد بأمله. المهم إن المشوار كله مشوار له متعته وله يعني الاشتياق للبحث والمعرفة، الإمساك بالحلم، الإمساك بشيء أنت حسه ولكن مش ماسكه ومش متملكه، لكن فبتحاول طول الوقت إن أنت تمتلك أدواتك عشان تقدر تعبر عن اللي أنت حاسس بيه واللي بيعكس المجتمع بتاعك وثقافتك الخاصة. الحلم بتاعي اللي كان نفسي يعني أشتغل بيه لما قبل ما أسافر اليابان، كنت في باريس 94 وشفت معرض لفنان ياباني ماكاوا، فنان شهير بالورق، وانبهرت جدا بالشغل ده. وقبله كنت برضك شفت وقعدت مع 94
93 مع فنان مكسيكي خورخي سالسيدو، وكان يعني ما كنتش متخيل ان انا ممكن اعمل اعمال فنيه بتقنيات مختلفه بالورق اقدر اعبر بيها عن لوحه، عن سطح جديد، عن رؤيه مختلفه، وتبقى موجوده وسط الفنانين الكبار دولت اللي انا اتعلمت منهم، واللي انا كنت فعلا يعني من اشد الفنانين اللي انا اعجبت بيهم وعملوا لي يعني نبض داخلي، يعني مش عايز اقول انبهار، ولكن حسيت ان كل فنان منهم رغم ده في اليابان وده في المكسيك قدر يمسك جمله بصريه مهمه. وانا كان سنه 94 اتمنى ان اقدر اوصل للوحه ماسكه جملتها البصريه، واعتقد ان من 2002 في بينالي فينيسيا كان في يعني شيء من هذا القبيل. الطبيعه هي الام، يعني طبعا انت بتتثقف بصريا، واحب اقول لكل الفنانين الشباب او الكبار او الحابين الفن عموما ان المصدر الالهام الحقيقي هو ازاي يعني ازاي بتبص، ازاي ايه طبيعه رؤيتك تجاه الطبيعه، الطبيعه بكل مفرداتها سواء اللاندسكيب، الطبيعه سواء الحواس، الشم والاحساء والملمس، الطبيعه بكل بمعناها الكبير، كمان الطبيعه دي ازاي بتشوفها بناء على مخزونك النفسي والبصري والمعرفي. وبالتالي كلنا لو شفنا شجره كل واحد فينا هيشوف الشجره من منظور، هذا المنظور شخصي جدا يخصه. واحنا لما بنرسم 20 فنان بيرسم شجره بيطلع 20 لوحه مختلفه لنفس الشجره. ده معناه ايه؟ معناه ان التامل مهم جدا، والمصدر المعلم الحقيقي هو الطبيعه بكل متغيراتها. ويعني الجزء ده لا يمكن نتجاهله او يتم يعني تجاوزه. الفن اللي جاي من الكتب او من الثقافات فقط فهو فن ناقل، او هو فن نتيجه بحث معرفي وليس تامل داخلي مرتبط بالطبيعه ومرتبط بمكنونك النفسي وكل تطوراتك وبصمتك الشخصيه، حتى لو كان في الاخر هو عباره عن قلم رصاص وورقه، ولكن تقدر بالادوات البسيطه دي تحقق وتصل لمجال واسع جدا.